الشوط الخاص باللقاية البكار المحليات الأصايل تأتي منهج بشعار محمد من مطر بن دحروي العامري بتوقيت زمني مقداره 7:34 و3 أجزاء من الثانية. أما الشوط الثاني فتنطلق هملولة بناموسي هذا الشوط لمالك حميد بن راشد من فالح الشامسي وتأتي بتوقيت زمني مقداره 7:30 و4 أجزاء من الثانية. أما الشوط الثالث فكان الموعد حاضرا مع الشقردي لسلطان بن سعيد بن غانم ويأتي بتوقيت زمني مقداره 7:32 و3 أجزاء من الثانية. أما الشوط الرابع فأصبحت التحديات من نصيب راهي لمحمد بن حمد بن فطيس المري ويأتي بتوقيت زمني مقداره 7:33 و7 أجزاء من الثانية. أما الشوط الخامس وبداية الجولة الثانية فتنطلق ترانيم بناموس هذا الشوط المبارك بالعود العامري وتهدي السلامات لأهالي العين وأهالي زاخر 7:36 و2 أجزاء من الثانية هو توقيت ترانيم. أما الشوط السادس فتنطلق مسيرة بناموس هذا الشوط بشعار الضعيف بن حمد بن ضعيف الاكتبي وتأتي مسيرة بتوقيت زمني مقداره 7:36 و1 أجزء من الثانية. أما الشوط السابع فنتابع وداع القادم من المملكة العربية السعودية شقيقة يضيف هذا الانتصار أيضا في سجل الحفلة بالإنجازات 7:32 و5 أجزاء من الثانية. تهانينا للنزال بشاوي بشايش الشمري وسلام حايل سلام مع الأداء المتميز اللي قدمه وداع. أما الشوط الثامن فينطلق مكلف بناموس هذا الشوط لحامد بن فارس بن حمد الدرعي وياتي بتوقيت زمني مقداره 7:30 و5 أجزاء من الثانية هو توقيت مكلف. الشوط التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام تنطلق حدث بناموس هذا الشوط لعبد الله بن ناصر العجمي وتاتي بتوقيت الزمني مقداره 7:31 و1 أجزء من الثانية. أما الشوط العاشر فينطلق نوف بناموس هذا الشوط لحمد بن محمد بن عويضان العامري وتاتي بتوقيت زمني مقداره 7:34 و1 أجزء من الثانية. شوطنا مشاهدينا متابعينا الكرام 11:08 تنطلق بناموس هذا الشوط لمالك همايد بن احمد بن مايد الخيلي 7:39 7 أجزاء من الثانية هو التوقيت ثمينة. سلام رماح سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته ثمينة. أما الشوط الثاني عشر فينطلق بناموس هذا الشوط ضاري لصالح بن علي الحميري ويأتي بتوقيت زمني مقداره 7:38 و5 أجزاء من الثانية. الشوطنا الثالث عشر كان الترس حاضرا في هذا الشوط لمالك مكتوب بالشيبة السبوسي ويأتي بتوقيت زمني مقداره 7:32 و9 أجزاء من الثانية. أما الشوط الرابع عشر فكان الموعد حاضرا مع الرباط بشعار الدكتور راشد بن حمد بالزفنة الاعفاري والتوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح 7:29 و7 أجزاء من الثانية. أما شوطنا الخامس عشر فتنطلق لفتة بناموس هذا الشوط وضيف النقطة الثانية لهذا الشعار شعار مكتوم بالشيبة السبوسي 7:30 بالوفاء والتمام هو توقيت لفتة. الشوط السادس عشر ينطلق الشبل بناموس هذا الشوط لمالك حمد بن قنازل بن حمرور العامري يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7:33 و3 أجزاء من الثانية. أما الشوط السابع عشر فكان الموعد حاضرا مع بركان لسلطان بصريدي الدرعي ويأتي بتوقيت زمني مقداره 7:38 و8 أجزاء من الثانية. أما الشوط التاسع عشر أو الثامن عشر مشاهدينا متابعينا الكرام فكان الموعد حاضرا في هذه اللحظات مع أشواق لسالم بن مانع الغويس وتوقيت زمني مقداره 7:35 و1 أجزء من الثانية. أما الشوط التاسع عشر مشاهدينا متابعينا الكرام فأصبحت النواميس في هذا الشوط من صالح الشبابية لمحمد بن سيف بن كريب وتأتي بتوقيت زمني مقداره 7:36 و1 أجزء من الثانية. شوطنا العشرين كان الموعد حاضرا مغازي لحمد بن سعيد بن غانم بن يريو وياتي أيضا غازي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق
31 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. أما الشوط 21 فينطلق النداوي بناموس هذا الشوط لمايد بن أحمد بن مايد الأخيري، 7:44:09 من الثانية هو توقيت النداوي. شوطنا 22 تاتي ربشة بناموس هذا الشوط لمبارك بن مظفر بن محمد العامري، وتاتي بتوقيت زمني مقداره 7:36:09 من الثانية. أما الشوط 23 فكان الموعد حاضرا مع العين لأحمد بن محمد بن ناصر المنصوري، 7:38:02 من الثانية هو توقيت العين. الشوط 24 يسعى الساعي بدوره بناموس هذا الشوط ويهدي السلامات لمالكه سعيد بن حمد بن دليلة بالويع العامري، 7:33:06 من الثانية هو توقيت الساعي. أما شوط الختام فأصبحت التحديات من نصيب هباش، يضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار في هذا الصباح الجميل، 7:34:08 من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لأحمد بن محمد بن مطر بن مايد الخيلي، تهانينا للجميع والناموس. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح، تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى الملتقى.